برنامج كبسولة مع الدكتور فيصل الزهراني. عشان الفهم بسهولة، فوائد نور نجمعها نقدمها في كبسولة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مستمعي ومستمعات إذاعة ألف ألف إف إم، تستمعون الآن إلى برنامجكم اليومي، برنامج كبسولة. يلوستون أول منتزه وطني في العالم، وهو يعد من المعالم الأكثر شعبية بالولايات المتحدة الأمريكية. مكان ولا في الخيال، روعة. في المنتزه نبع للماء الحار، ويستوطن الدببة البيضاء والذئاب والبايسون، الثور الأمريكي. تشتهر أيضا بثوران البراكين، يعني منطقة خيالية جدا. المنتزه فيه أنواع وأنظمة بيئية، أنت تيجي في المنتزه هذا تشوف عجيب صنع الله عز وجل. سمي هذا المنتزه بهذا الاسم لوجود هذه الصخور الصفراء اللي موجودة فيه، حتى أنه منظمة اليونسكو اختارت هذا الموقع من أهم مواقع التراث العالمي. توماس بروك هذا من الشخصيات العظيمة جدا، هو عالم أحياء، كان معارض لفكرة أنه الكائنات الحية ما تقدر تعيش في الأماكن القاسية، لا كان يعارض هذه الفكرة. قرر أن ينشئ محطة بحثية في يلوستون، وقام في النهاية باكتشاف مهم جدا جدا جدا. إيش هذا الاكتشاف؟ بكتيريا كانت تقدر تعيش حول فوهة هذه المياه الحارة. كيف بكتيريا تعيش في درجة حرارة 80 درجة مئوية؟ طيب وإيش هذا الاكتشاف المهم اللي يعني إنه بكتيريا تعيش في أماكن حارة؟ كما هو الحال مع كل قصة عظيمة، يعني دائما يحصل نكسة غير متوقعة، على قولهم يا فرحة ما تمت. هذا الاكتشاف أهمله، أدى عدم الاهتمام بمثل هذه الكائنات الحية إلى إغلاق هذه المحطة البحثية، صاحبنا قفلوا محطة البحثية، لكنه حفظ ووثق عينة من الكائن الحي الذي اكتشفه ليستخدمها الباحثون في المستقبل. بعد سنوات قليلة في الثمانينات كان هناك شخصية رائعة رهيبة ولكنها جدلية، وهو كاري موليس. ابتكر طريقة ثورية. إيش هذه الطريقة؟ تضخيم قطع من الحمض النووي في المختبر إلى ملايين النسخ، إنه الدي إن إيه يكرروا إلى ملايين النسخ، هذا هو الاكتشاف. كان لهذه الطريقة فائدة مهمة جدا للباحثين، لكن تحسينها ما كان شيء سهل، فكانت الفكرة هذا الاكتشاف كان يتطلب عمال وفنيين وباحثين يقومون بهذا الأمر، بل إنه الأمر مكلف، والإنزيمات المستخدمة كانت ما تتحمل الحرارة. إيش هي هذه التقنية؟ هي تقنية الـ PCR، التقنية اللي نستخدمها اليوم فيش؟ في فحص كورونا. هذه التقنية اكتشفها كاري موليس، لكن كان عنده مشكلة إنه يحتاج عمال ويحتاج إنزيمات تتحمل درجة حرارة، ما كان عنده هذا. على أي حال نجي هنا ونذكر في موضوع تلاقح الأفكار وتكاتف العلماء وتوثيق العلم لمن بعدك، فرب ناقل فقه لمن هو أفقه منه. فالأول صاحبنا اللي عند البحيرة للمياه الحارة اكتشف بكتيريا تتحمل درجة حرارة عالية، والثاني عنده اكتشاف مشكلته أنه يحتاج إلى إنزيم يتحمل درجة حرارة عالية. بالصدفة وقع موليس على رسالة الماجستير عن هذا الإنزيم من هذه البكتيريا اللي اكتشفها توماس وحفظها للعلماء من بعده، وهو الآن يعتبر أهم تقنية نستخدمها في حياتنا اليومية، ليس فقط في موضوع كشف كورونا وفحص الأمراض المعدية، بل أيضا في تشخيص الأمراض والكشف عن المجرمين في القضايا الجنائية، وتطبيقات كثيرة جدا جدا لا تحصى ولا تعد. يذكر أن الشركة أعطته مكافأة مقدارها 10,000 دولار على هذا الاختراع، ثم باعت الاختراع على شركة روش الشهيرة. ولكن صحيح أنه باعها بسعر رخيص، ولكنه استحق بهذا الاكتشاف جائزة نوبل، وتوفي في بداية العام الذي بدأت فيه جائحة كورونا عام 2019. نكتفي بهذا القدر، وإلى كبسولة قادمة. دمتم في صحة وعافية
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.